اهلا وسهلا ومرحبا بكم على قناتكم نيو ميديا في برنامجكم الاستوديو. ضيفتي لليوم السيده شاديه التوكابري، مختصه في الحلويات، باش نتعرفوا اكثر عليها ونكتشفوا مسيرتها المهنيه. مرحبا مدام شاديه، اهلا وسهلا. وبيك يعيشك مدام ضحى، يعيشك وعلى سلامتكم، وشرفتوني بدعوتكم اسماعيل ومدام ضحى. يعيشك على الدعوه وفرحتوني بها برشا. يعيشك، كل التوفيق ليك. يعيشك. في بدايه خلينا نتعرف عليك اكثر مدام شاديه. منين جيتنا؟ من مروج ثلاثة. اها. مختصه في الحلويات العربي. وفي المسايس، في حلو الفستق، كعك ورقه، الحلو الزمني كله عربي بجميع انواعه. للناس اللي تتفرج فينا وتتبع فينا، خلينا يتعرفوا عليك اكثر. وقتاش بديت عالم الحلويات؟ وقتاش دخلت له؟ والله هو غرام جديد. اما هكاك حد وحد العائله. ايوه. اما من بعد صارت لي حتى في يدي تكسرت يدي، بقيت مده كبيره هي موجوعه بها، حتى التويه مازالت توجع في. كي مشيت للطبيب وحكيت معاه، لازمك تتحرك يدك، لازم ما تتحرك، خاطر حسيت ما عرفتش كي تأزمت في ايدي ولت هكاك ما عادش تتحرك. بالحق صارت لي ازمه نفسيه كبيره برشا. ايوه. والحمد لله رجعت لنصيحه الدكاتره، مشيت بها خذيتها يا اخي، الحمد لله يا رب. يعني الدكتور قال لك لازمك تعمل لازم حاجه تحرك يدك، تحرك مش كاينه بركه، مش باش يرجع لي يدي. ايوه. ما خاطر العظم ما داشتش برشا. بالحركه بشويه اللي سيدي رجعت تخدم. توجعني تو شويه اما صفا الحمد لله. الحمد لله. يعني حاجه وحويجه، ارتاحت يدك وانت بديت في قصه النجاح نتاعك. بديت في قصه النجاح تو مده 3 سنين. ما شاء الله. به ما اختصيتش بركه في الحلو في الاوف بكري، قلت لنا راني نعمل زاد مالح وحلو، خلينا نتوسعوا اكثر ويعرفوك اكثر. ايوا مالح وحلو. ما طيب نتاع فروحات الزمني كل والحاجه تخص الفروحات كلها حار وحلو. به اللي خلينا نتعرفوا اكثر هذوما اللي قدامنا توا اللي تفرجوا فينا. شو هي البسيسه ولا زري؟ بسيسه. به بسيسه دراع وحمص وفاكهه. به الطريقه نتاعها كيفاش تتعمل؟ شريت الدراع والحمص قديتهم وحدي في الدار، نزل نحيهم ومن بعد نفوحهم خلطهم بزيت زيتونه سكر، فما المخلطه كيما هذه مخلطه بالعسل. خاطر اغلى شوي. اقوى اغلى شويه. اغلى شويه. تقريبا هكا قداش تتكلف؟ هكاك 15 دينار. بالفاكهه. هذه صغيره. اي 15 دينار. هي محمم معناها مخلطه بالفاكهه. اي معبيه بالفاكهه. اللي بلاش فاكهه 10000. به يعني قداش هذه؟ 200 جرام؟ 200 جرام. 200 جرام. به شاركت في معارض قبل؟ ليه؟ شاركت معرض خزندار. ايوه. وشاركت في معرض اخر مده هذه في عيد المراه. هكا وزدت معرض بعد. به خممت انك تطور من المشروع نتاعك اللي قاعدين نشوفوا فيه. ما شاء الله يعطيك الصحه، فما الدقله كيف هيا يظهر لي قدامي. لا سمح لي. لا هيا دكتور. الدقلة مثال الشوكة وريوها للكاميرا وقول لنا كيفاش الطريقة. نجم نوريوها هكا زاد نهز مثالش. اي تفضلي. بسم الله. به طريقة كيفاش تعملها معناها؟ ناخذوا الدقلة نظفوها ونحمروها من داخل، عجينة فستق، عجينة لوز، عجينة بوفريوا. ساعات واحد يجي يقول لك نحب فستق برك، نحب بوفريوا كهو، نحب ثلاثة انواع الكل مع بعضهم. باهي. وزينها بالفاكهه من برا، معناها من داخل معمله بالفاكهه وزينتها بالفاكهه. باهي، الماتير اللي تخدموا بها اكيد غاليه برشا، قداش تتكلف؟ غاليه ما شاء الله في الغل ما نحكي لكش. وكيف انتم زاد تبيعوها بالغالي؟ لا والله انا مانيش نبيع بالغالي، كان مش نغلي منو هكا باش نغلي. خاطر حسيت روحي مشني خالصه. حتى سوم السنه مانيش نرجع فيه. تقريبا قداش اللوز والماتير اللي تخدموا بها؟ خلينا نعرفوا قداش. اللوز تو 38. الفستق ب 120، الفستق البلدي، الفستق العادي 98، اما الفستق البلدي فيه الخضوريه ب 120. البندق ب 150. كي انا نجي نبيع كيلو ب 45 وب 50 دينار نمشي خلص. قداش تتكلف لك توا هكا صندوق كيف هذاك؟ هزوا شويه الكاميرا خلي يتفرجوا فيه الناس. صندوق كيف هكا يكلف 40 دينار. هكا يتباع 40 دينار. 40 دينار، تصوم الفاكهة، تهز صوم الفاكهة، نحي صوم الخدمة جملة. اي. صوم الفاكهة برك. فقط. بالميزان، هكا ها. هو كيلو هذاك رطل؟ لا أقل، رطل. رطل. اي رطل. باهي، ممتاز. نمشيو للبقلاوة اللي قدامك.
البقلاوة زمنية بفريوة وفستق ولوز. كيف كيف قداش كيلو البقلاوة تقريبا؟ توك 50 دينار بيع فيه، من 75 50 دينار في تونس، 50 دينار مجمعة البرة 75 دينار. وسامحني وانا ايوا تفضل. اما ما يخلصش بالحق، ما يخلصش. كيفاش تقنعني مدام وانا بعيد عليك الرهم هكا في الصور تعاد تنطف في فيسبوك، تراهم يهبطوا في الصور معناتها البقلاوة والكعك، تحسوا انه منظره هكا يشهي والكل، لكن ساعات تجي توصلك البقلاوة ماهيش بالفستق ولا بال ولا بالقلم تحتك به. هذا هو ينذوق من نذوق قبل ما نخدم خدمتي. ديما عندي شويه باش تذوق. وانا بعيد عليك كيف باش تقنعني؟ لا انا بعث لها، فما شكون يجيني مادام هي وصلت وبعثت لي باش نخدم لها. أيوة. انا نوصل اي يعني انا كيفاش نتقنع باش نشري ما عندك حاجه كيما هكا؟ بعد تقنع ذوقني قبل بعيد بعد اي نذوق سي بيان يعطيك الصحه. ما فماش خاطر نجم نهز لها سلعة ما تعجبهاش ترجعها لي. نخسر انا نخسر سيرتو توا فما برشا مشاكل بالحق على مواقع التواصل الاجتماعي، ما تسلكش الحاجه كيف ما انت طلبتها. لا لا انا ما نوصل يعني تحل نذوق جي على عين المكان تقول لي شنو اللي حاجتها به هي. شنو هي النوع اللي حاجتها به؟ نعملها كيما هي حاجتها بالضبط. ما نعملش حاجه من مخي انا ولا من سلعتي انا باش نعطيها. لجان ما تلقاش عندي سلعه حاضره بالكل. ديما اللي باش يحب يحضر سلعته يكلمني قبل بجمع. باهي مدام شاديه خممت تعمل تكويل للشباب؟ والله خممت وفما توا فما مشروع تو في الافاق، اما ماذا بيا نخليه يزيد شوي. ايوا تو بكشي في الاستضافه الجايه ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق ليك. اما فما تو فما مجموعه هكا من برا مواطنين بالخارج هم يجوا لهنايا معناها في فاكونس يجوا يتعلموا يتعلموا لحد لعائلتهم، معناها مش باش يبيعوا ولا باش يتاجوا، لا معناها يحب في برا هي في الخارج تحب تعمل حاجه مزيانه في دارها. ما تبقاش تفركس عليهم، ما تلقاش الغادي ديما. باهي واللي الناس تتفرج فيك تحب تتواصل معاك، يحبوا يتعلموا معاك، يحبوا يدخلوا معاك لعالم الحلويات، خاصه الشباب توا يحب يتكون يعمل صنعه تجاريه. انا نشجعهم تعمل حق حاجه مزيانه على الاخر. صحيح تشد اليد تعب شويه، اما ما نصلي يعني بحاجه مزيانه مزيانه. لا فورماسيون تعملها جراتويتمون ولا معناتها يعني يجيك يطلبك يتفرج فيك باغ اكزومبل يتصل بك يقول لك انا نحب نتكون عندك مدى؟ لا انا حد توا كنت نكون من غير حد شيء، خاطر انا قلت لك يجوني من برا بالصحبه. ممتاز عندك ابيض معناها اصدقاء في بعض، معناها ما نجمش نرجع وما نجمش ناخذ بالحق. يعطيك الصحه. اما تو كي باش ولا مشروع عقار باش نولوا فما اي معناتها باش تعمل مشروع قار، انت تو تخدم في دارك؟ مش انا باش نعمل، تابع الجمعيه. اي. مع الجمعيه. وانت تو يعني ما عندكش محل تخدم في دارك؟ في داري. خممت انك تعمل عندي محل كان الماكله الحاره بالمدينه الجديده. انا قلت لك تو مسكر ماشي نخدم فيها، علاش خاطر يدي ما عادش نجم عندي مده من السكر، تو تو كي رجعت يدي نحاول باش نعاود نحلو من جديد. باهي خممت انك تعمل بروجي في الحلويات، يعني تعمل محليات لبرا. ان شاء الله البر. شو البرا معناتها في خارج تونس؟ خارج تونس. اي خاطر عندك يعني نقولوا نحن الكليونات معناتها من برا. عندي. اي تبدا بتونس كمان بلادك وبعدين. انا خلي فيها تونس انا مرحبا بك. ايوه في دارك تعمل محلات البرا معناها في يعني على نقولوا تعمل حانوت. ان شاء الله ذاك كي نعمل جروب تحت يدي. انا قلت تبدا صنعه واحده على يد واحده عباره انا نخدم فيها حاضر مش حاضر نفس الكاليتي ونفس الخدمه. ايوه. هكاك نحل البر. نتشجع ونحل. باهي للناس اللي تتفرج فيك كيفاش حققت حلمتك انت هذه؟ والله حققت حلمتي انا قلت لك بالنسبه للدكاتره عندهم جزء كبير ونشكر لهم. ايوه. بالحق نشكرهم. وزيد غرام من الصغرى خاطر امي ديما تعمل في الدار. بقات حلمه في قلبي حتى حققت تحققت. جاها وقتها وتحققت. خاطر مادام واحد يحب حاجه راهو يعمل فيها راهي يوصل بها لاي لون يحبه وتجي حاجه مزيانه وباهيه. مادام انسان ما عندوش غرام بحاجه راه ما يوصلهاش، ما يعملناش فيها بعد. يعني انت تقول الناس تتفرج فيك انا مغرومه بها. الغرام يجيب. الغرام يجيب، ماذا بيا الشباب كلهم يتغرموا باي حاجه، اي حد يحب حاجه يبداها بشويه راهو مش من الاول باش يطلع بشويه بشويه. يتعلم ويتكون وبعد يوصل ان شاء الله للحلمه كما انت حققت حلمتك. انا نعمل الحلو، نعمل الشمع. اي شو الشمع؟ كيفاش الشمع؟ نصنع شمع. انا موتيفات مزيانه. اي معناتها بتاع الافراح هذوكم. اي اما زلت شوي شوي في الدار وبر. تتعلم كيفاش قاعده تتكون في بلاصه ولا وحدك؟ لا نعم فيهم وحدي، نحبهم حاجه نحبها، مثلا الشمعه كي تضوء ما طيش نجمرهم ومن بعد نعمل بهم حاجه اخرى.
خممت يعني خدري حاجه مزيانه كلها تلم بعض، مثلا نجم طاوله هكا حاطه عليها الحلو باش نعمل تصوير، نجم نزين بها بالشمع ما بقاش نشوف فيها من برا، نزين وحدي بالضوء. باهي. نزين بها طاولتي. فما شكون يعاون فيك في هذوما الديكوراسيون اللي قاعدين نشوف فيهم كيما هذي، شنو اسمها بالضبط؟ هذيك حجر كرطاش. خاطر فما شكون علاش عبيتو فيهم براج وحده؟ خاطر فما شكون يحبوا هو وحده، فما ناس مغرومين به برشا. باهي طريقة كيفاش الطريقة نتاعو هذا؟ الخدمة نتاعو خدمة لوز وعجينة فستق واللوز هذاك اللي معمول بالكولور الأحمر. ملون. قلت لك الديكور هذايا كيفاش معناها؟ أنت تخدمه وحدك ولا؟ لا نشري حاضر، ديجا غالي، علاش دوت كرومي خالي؟ لون بلاش، أنا نحكي على يعني الموتيف هذاك هز خرقة، الكعبة. الكعبة. لوز وفستق هكا. مبنينا مطعم مزيان. يتكلف. مطعم مزيان. تقريبا قداش هكا داكو هكا؟ هذا رطل. هذاك كيلو 45. هذا لا هو. هذاك أقل. أما قلت لك كيلو 45. باهي. باهي نشوفوا كيف كيف هذا مقروض. لا الفيس تونسي هذاك. غلطتكم يا جماعه سامحوني. الفيس تونسي زيت زيتونه دقله شاميه لوز مفروه جلجلان في شويه فستق. باهي انا ولايه هذا تقريبا. هذايا تمتاز به ولايه باجه ولايه الكاف. باجه والكاف. باهي تقريبا قداش السعر نتاعو هذا؟ كيلو 30 دينار وشوف فاكيتو كيفاه. به علاش قلت كسوامي راهي به خممت الناس اللي ديابيتيك مدام خممت الناس اللي هما معناها تخدم حاجات هكا للناس هذوما خاطر انا بابا ربي يرحمه كان مريض بالسكر وانا ديما نقرا جانب هذاك في تطيح السكر في البسكوي في حتى في الفارينة ما نعملش بالفارينة معناها المرضى السكر ما نعملهمش بالفارينة العادية نعمل الفارينة السمراء قمح كامل انا قاتل بحسبهم في كل شيء بقلاوة نطيح لهم الشحور نتاعها مثلا كي خلط من داخل في الفاكهه شويه صفه ما شحور نعمل خفيف على الاخر. ممتاز يعطيك الصحه. شفنا هذه بسيسه زاده كيف هي؟ قلت لك بسيسه نتاع الذرة وحمص وحدها وفاكهه. والبسيسه الاخرى نتاع بسباس وقمح وشعير والاخرى نتاع الدس وخربوط. واحنا توا مقبلين على رونتري سكولير شنو هو تصنع حاجات للوليدات الصغار بشنو تنصحهم الامهات اللي عاده يمشيوا يشريوا حاجه حاضره نقول لك نهزها في بانيه ونخرج وهم يبداو يخدموا صغار هما اللي يحبوا هكاك مش الاولياء يحبوا هكاك صغار هما يحبوا لا اما عاده احنا للناس تتفرج فينا ننصحوا شنو ينجموا ياكلوا بالضبط ننصحهم البسيسه معناها صوم بنينه للجميع كل واحد دور كل قدير وقدره. شو اسمه البشكوتو يبدا كمتاع الكاكاو يبدا حاضر في الدماغ شويه سكر في منكهات عاديه طبيعيه برتقال قارص حاجات زيت زيتون شويه جلجلان شويه فاكهه باهي اما شكون تقنع بها الموضوع؟ لا يقتنعوا اكيد يقتنعوا طبعا هو راهو الناس رجعت الحاجات البيو بكونوا احنا توا حتى راهو مش بالعمر من 30 سنه ولي ديابيتيك ولا نجم نقول حتى اقل عمر انت كي تسنس صغيرك نجم يكون حتى مرض عاره بالطبيعه تسنس صغيرك على حاجه معينه وياكل حاجه معينه ينجم يتواصل فيها وينجم ياكل البسيس علاش لا تاكل هي الناس كلها ما نعرفش كي نعملوها فطور صباح ما ينجم ياكلوها صغار ما ياكلوش الله اعلم به شنو تقول لي انا راهي بنينه برشا نصيحه راهي بنينه برشا بالحق مش خاطرين نبيع فيها لا خاطر بنينه جربوا حتى وعدكم شوفوه به شنو تقول للناس اللي تفرج فيك والله شنو نقول سلم عليهم وان شاء الله يذوقوا الحلو نتاعي ان شاء الله يعجبهم ونتمنى يشجعوني وكيفاش ينجموا يتواصلوا معاك والله نور تليفون فيسبوك نجم تقولهم انت مدام ضحى يطلع صوتك انت اعلى من صوتي نجموا يتواصلوا معك على الرقم 92018 988 والا 92022402 تتواصلوا معها وتنجم هكا تواصل ادوميسيل معناتها للعباد باهي باش نختموا معك في كلمه الاخيره شنو تقول للشباب اللي تتفرج فيك وهما في يحبوا يدخلوا لعالم الحلويات يدخلوا يشجعوا روحاتهم ويتوكلوا على ربي ويدخلوا يا ربي العمل عليك بشويه بشويه المغروم يدخل ماهوش مغروم راهو زايد اللي اي انسان مغروم بحاجه يدخل فيها يتوكل على ربي ويدخل ما
ما نقولش هاي فلوس، صحيح فما برشا 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 صعوبات برشا، والاسوام غالي على الاخر، اما بشوي بشوي يتعرف ويوصل للحاجه اللي هو يحبها. من منبرك انت نجم شكون يتصل بيك ويتفرج فيك يتصل بيك ينجم يتكون عندك نجم ولا لا؟ مرحبا بهم يتصلوا بيك كيف كيف على نفس الرقم اللي قلناه؟ يتصلوا على نفس الرقم هذاك الرقم هذوك يتصلوا بهم معنا. باش نخليو لك كلمه الختام مدام فيديتو كبري. والله نشكر القناه على الاستضافه والكيب بكل، ونشكر مدام ضحى عايشك على خير، ونشكر الجمعيه، ونزيد نوجه تحيه لمدام ريم بلطي. الجمعيه جمعيه الاسره الرائده، الاسره الرائده تحيه ليهم عايشك، وان شاء الله يزورونا كيف كيف ان شاء الله، كل التوفيق، نتمنوا لك كل خير عايشك. احنا من المنبر هذايا، وبالحق المراه التونسيه يعني حتى ماهوش العمر يشد، يعني تنجم حتى في العمر كبير تنجم تكون روحها وتنجم تخدم، تنجم تعاون رجلها في الدار، وتوا في وقتنا صعب برشا. نعاونوا الناس على الشلي، نعاونوا رواحنا. يعطيك الصحه مره اخرى عايشك. كل التوفيق، وهكا توفى حصتنا لليوم، نلقاكم في موعد جديد.